أسعد الله صباحكم بكل خير. فيديو جديد النهاردة السبت 19 مارس. قبل ما أتكلم في أي حاجة، يا ريت تشتركوا كتير وتعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. يا جماعة، عايز الفيديو ده يوصل لمليون مشاهدة ومليون مشترك ومليون لايكات، واللي بيحب قناتي يعمل لنشر القناة. ماشي، هتكلم عن كلام الحلو، اسمعوا نصايحي، واللي بيحب نصايحي يبقى كويس، بس يا ريت تسمعوا الكلام اللي انا هقوله. اللي ما عندوش كلام حلو يطلع من قلب، محدش يجي يقول كلام يجيب الحزن ويجيب المرض. اللي ما عندوش كلام حلو يطلع من قلب، اياك تيجي تقول كلام مستفز او كلام يحبط او كلام يجيب الامراض النفسيه. الكلام الحلو هو السبب الرئيسي لعلاج الصحه النفسيه. الكلام الحلو بيريح البال. ابتسامتك نفسها، ابتسامتك وضحكتك الحلوة هي السبب الرئيسي في حبك لكل الناس. هي اللي تخلي اللي حواليك يحبك، سواء كان صاحبك، سواء كان حبيبك، ولا أي شخص كان. الناس اللي ما بتعرفش إن الكلام الحلو هو اللي بيريح النفوس، أنا بقول أهو كعزوز، يا حبايب ويا حلوين ويا محترمين، انا بقسم بالله، بحلف بالله اهو من غير كذب، بقول والله العظيم ان الكلام الحلو هو السبب الوحيد في نجاح العلاقه، وهو السبب الوحيد ان الدنيا تبقى حلوه. انا لما بتقلي كلام حلو وتعليقات حلوه اللي انا بشوفها عندي، الله ينور، انت عسل، انت جميل، الواحد ينبسط، الواحد يرتاح نفسيا لما الاقي كلام كويس، مش واحد يجيب يعلق عندي تعليقات بشكل عام، انت قناتك وحشه، انت قناتك مش حلوه، كلام يجيب بقى الكلام اللي انتوا عارفينه ده، كلام اللي هو ايه يجيب المرض، كلام مستفز. يا جماعه، انا بحلف بالله، الكلام الحلو هو السبب الرئيسي ان يخلي الناس تحبك. حتى الراجل الموظف اللي في دانكن بقيت كل يوم كل مره بروح له، وزي ما عملت معاه لقاء، حتى هو نفسه لما عملت معاه لقاء قال ده عزوز راجل محترم. شوف، هو نفسه لما عملني حلو، انا قلت له انت راجل كده تستاهل انا اجي لك دانكن. شوف الكلام الحلو بيعمل ايه يا جماعه، الاسلوب الكويس بيعمل ايه. فلازم ننظف الاسلوب بتاعنا، نغير الاساليب الوسخه اللي جوانا. اللي مش عارف يقول كلام حلو يحاول بقدر المستطاع. لو واحد ركبه، يعني لو واحد دخل فيه جن ازرق ولا عفريت، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول اذكار الصباح. مهم جدا يا جماعه ان احنا نحبب الناس فينا، نحاول حتى بقدر المستطاع ان احنا نقول كلام حلو، كلام يريح البال. انا ما بقول انت عسل انت جميل، يعني مثلا كلام كده كويس، هو ده بيريح القلب، بيريح البال. اما الكلام اللي يجيب الامراض النفسيه ممكن يجيب جلطات في القلب. والله ده في علم النفس حتى بقول لك لازم تخلي صحتك النفسيه تكون حلوه. الكلام الحلو هو العلاج. شوف، بقول لك رياضه، يعني عفوا دخلت في سكه تانية، بقول لك الرياضه بتعالج الامراض، فما بالك بقول لك الكلام الحلو بيريح النفوس. كلام حلو يطلع الله ينور زي كده، انت جميل، كلامك حلوه، وكلام يحفز الواحد. فكلام الحلو بيريح النفوس ويريح البال. اياكم تقولوا كلام مستفز او كلام يجيب الامراض النفسيه. والله يا جماعه اقسم بالله، الكلام المستفز والكلام اللي يجيب الامراض النفسيه ممكن لا قدر الله بيسبب امراض، ممكن يسبب ضغط وسكر. الكلام الحلو هو العلاج. الله ينور كده، تخلي الواحد ايه يستريح نفسيا. وعفوا ان انا كررت في الكلام، يعني بس حبيت ان انا ايه اعرفكم، عشان الناس اللي مش عارفه الكلام الحلو هو السبب الرئيسي لعلاج النفوس، لا لازم تعرفه من دلوقتي. ان ما كنتش هتعرفوا الكلام ده منها لكم، ما حدش بيتكلم، كل واحد له طريقه للكلام، انا ليا طريقه. بس انا بقول الكلام الحلو هو السبب في حبك لكل الناس، وشكرا لكم.